يعلن ديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو الجاري، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، حيث يجري جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.